السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنصور حلقه جديده من برنامج ستيب باي ستيب، الحلقه رقم 8، الخطوه رقم 8 في المشوار اللي بداناه. احنا كنا اتكلمنا عن عد الار بي سيز مانيوال، وكنا اتكلمنا عن الخلايا الشبكيه، بس لقينا في ناس بتستفسر ما هيش عارفه ازاي تظبط شريحه العد او الهيموسايتوميتر، فقلنا هنعمل حلقه صغيره كده نعرف الناس ازاي تتعامل مع الشريحه وتفحص تحت الميكروسكوب والكلام ده. شريحة الهيموسايتوميتر هي حاجة اتعملت عشان اشتغل مكونات السي بي سي، التي ال سي والبليتلت والار بي سيز، اشتغلهم مانيوال وعد وعن طريق قوانين وحسابات كتيرة كده معقدة، كمان بشتغل عليها السيمي. فاحنا دلوقتي بكل بساطة خالص هنرسم لكم الشريحة على الورقة الأول، وبعد كده هناخد الشريحة نشرح عليها وبعدين نشوف نتعامل معاها ازاي تحت الميكروسكوب. فممكن بقى نتفرج هنا دلوقتي، احنا عندنا شريحة العد بتاعتنا اللي هي دي، تمام؟ هنطلعها بقى شريحة العد اهو، طلعها كده عشان نبدأ نشرح عليها في النظري بتاعها وفي ايه وتحت الميكروسكوب. دي المقفولة. طيب هنا في واحدة تانية، ادي شريحة العد بتاعتي متقسمة لايه؟ لخانتين. ممكن ناخدولها لقطة برضه. متقسمة عندي لايه؟ لخانتين، تمام؟ دي خانة بعد فيها ودي خانة بعد فيها، يعني انا ممكن اعد التي ال سي هنا وممكن اعد معاها البليتلت، ممكن اعد الار سيز، ممكن اعد معاها التي ال سي، ممكن اعد البليتلت وهكذا. يعني ايه؟ يعني انا ممكن اعمل عينتين مع بعض في ايه؟ في حاجة واحدة. طيب احنا بنحط الكفر بتاعنا هنا. بعد ما نحط الكفر زي ما هنشوف تحت الميكروسكوب هتلاقوا الشريحة عاملة ازاي؟ هتلاقوا الشريحة عاملة كده اهو، تمام كده، تمام، وخطوط خطوط 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 خطوط، ودي عبارة عن 1 2 3 4 اهو، ودي 1 2 3 4، تمام، دي ودي برضه 1 2 3 4 اهو، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، واللي جوه دي متقسمة لكم مربع؟ ل25 مربع. ادي 1 2 3 4 5، ادي 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5. دي شكل الشريحة بالظبط اللي عجبه. هنا بقى خطوط وهنا خطوط وهنا كل الدنيا خطوط يعني، تمام. المربعات دي بعد فيها التي ال سي او الوايت بلاد سيل. بعد المربع ده بعد ازاي؟ بعد كل المربع بتاع التي ال سي اللي موجوده هنا او الوايت بلاد سيل اللي موجوده هنا. وبعد ما بعد بيبقى المربع ده مثلا 50 مثلا يعني، وبعد كده بعد هنا 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 هنا، يبقى انا فوق اهو وبنزل تحت بعد ال 16 مربع، تمام، وبيطلع لي رقم ما. وبعد كده باجي اعد ال 16 مربع التاني ويطلع لي رقم اكتبه، واعد ال 16 التانيين ويطلع لي الرقم اكتبه، واجمع مجموع العد دوت واضرب في 50. كده انا طلعت النتيجه بتاعت ايه؟ الوايت بلاد سيل، تمام كده؟ طيب كده خلص والموضوع سهل فيها، مفيش مشكله. طب الار بي سيز والبليتلت هعمل ايه؟ هشوف المربعات الصغننه دي، انتوا شايفين المربع ده اهو، انا هكبره لكم، تمام؟ يعني المربع الصغنن ده انا هاخده اكبره، عباره عن ايه؟ عباره عن مربع كده، واما مكون من 25 او 16، تمام؟ ادي 1 2 3 4، وادي 1 2 3 4، وبنعد كل الار بي سيز اللي موجوده فيه. المربع الصغنن ده ده، يعني احنا لما نكبره هيبقى بالمنظر ده، فهعد المربع ده اللي هو ده، وهعد ده، وهعد ده، وهعد ده، كده معايا 4 مربعات. طب انا القانون بتاعي بيقول لي عد 5، يبقى هعد ادي 1 2 3، وادي 1 2 3، كده ايه المربع ده. يبقى انا كده معايا كام مربع؟ 5 مربعات. ده بعد فيه ايه؟ بعد فيه البليت، بعد فيه الار بي سيز، بعد فيه السبيرم، تمام. ده باختصار طريقه العد. القوانين طبعا احنا عارفينها بقى وهبقى انزلها لكم ان شاء الله، بس ده الشكل اللي بنشوفه تحت الميكروسكوب. تعالوا بقى ناخد الشريحه دي ونبص عليها تحت الميكروسكوب بالعدسه 10 وبالعدسه 40. التي ال سي بيتعد بالعدسه 10، والار بي سيز والسبيرم والبليتلت بالعدسه 40، تمام كده؟ يلا بقى بينا نتفرج تحت الميكروسكوب شكلها عامل ازاي. طبعا الشريحه زي ما انتم شايفين اللي احنا ايه يعني ما نضفناش، بس ده شكل المربع بتاع ايه؟ الوايت بلاد سيل، تمام؟ انا لما بحط المحلول بقى بتاعي
هو بيروح على المربع دوت وبيتوس فيه. ننزل بقى كمان على المحلول اللي بعده، على المربع اللي بعده. ماشي هتروح، لا اليمة التانية. شايفين ثواني اقف هنا، الخطوط دي، الخطوط ده ها دي ما بتتعدش، دي الفواصل ما بين المربعات. ننزل بقى على المربع التاني الكبير ونشوف شكله عامل ازاي. ماشي انزل، استنى معلش انزل. اه شايفين الشكل طبعا اللي قدامكم ده وساخة مش شريحة عشان احنا ما مسحناهاش. بس نيجي بقى يمين كده، احنا عدينا مربعين، نيجي يمين ادي كده المربع اللي عليه الدور، نطلع فوق بقى ده المربع اللي عليه الدور كده، دول الاربع مربعات. طب تعالى ننزل شوية نجيب مربعات على العد الاحمر، انزل شوية، لا انزل بقى، ايوه هنا شايفين هنا عاملة ازاي. ايوه ثانية واحدة، شايفين المربعات اللي انا كنت راسمها لكم الصغننه دي، 5 مربعات اهم، ناخد لهم لقطه. معلش الواحد ايديه مش مظبوطه، استنى استنى ما لقطتش. تمام اهو، نحاول نصورها تانية صوره تانية افضل اهو. طيب عاوزين نكبرها بقى، نشوف شكل المربع كبير ونعمل ايه. نقلب على العدسه 40 زي ما انتم شايفين كده، المربع ايه اللي حصل فيه؟ كبر وتقسم لجوه ال16 مربع. طيب تعالوا بقى ناخدوها واحده واحده، ده اول مربع هنعده. نجيب المربع اللي على، لا خلينا هاتها من الاول خالص، من الاول خالص، كمان 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 كمان، بس انتهينا في اول مربع اهو. ادي ده اول، ثواني، اول مربع ده لما بنحط المحلول بيتوصف فيه، تمام، الاوبسيز والحاجات دي عشان نعدها. طيب عاوزين نعد المربع اللي عليه الدور هيبقى ازاي؟ هتنزل تحت ولا يمين؟ يمين، ماشي. ادي كده المربع اللي عليه الدور اهو، اخر حاجه خالص اهو، بس تمام كده، تمام. طيب نعد، نجيب المربع اللي تحت بقى، يبقى احنا كده عدينا مربعين، المربع اللي تحت اهو، واحده واحده بس، اطلع فوق سنه، كمان سنه، ادي المربع، بس ادي كده المربع اهو. بعد كده نجيب كمان مربع، ادي كده كام، 3، ده المربع الرابع اهو، ادي المربع الرابع. طب عاوزين 5 بقى، المربع اللي في النص نجيبه ازاي؟ هنطلع 1 2 3 اللي هو في النص اهو، وبعدين نيجي بقى يمين، استنى هنعد اول مربع اللي احنا اللي هو كان 3، هنعد رقم 1 وده رقم 2 ده رقم 3، وبكده نكون احنا ايه عدينا المربعات بتاعتنا. وبكده يبقى احنا شفنا المربعات تحت الميكروسكوب عامله ازاي، وشفنا المربعات الوايت بلاد سيل عامله ازاي، كبيره ازاي، ومربعات الار بي سيز على العدسه على ال10 صغننه ازاي، ولما كبرناها بقت كبيره ازاي، وشفنا ازاي نعد ال5 مربعات، وشفنا ازاي نعد ال4 مربعات. طبعا كل طريقه عد البليتليت والار بي سيز والوايت والسبيرم ليهم تخفيف معين، وليهم محلول معين بنشتغل بيه، وليهم قوانين معينه بنحسب منها. دي كانت حلقه بسيطه جدا عن شغل شريحه الهيموسايتوميتر او شريحه العد، حاولنا نعملها لكم بشكل بسيط. هي طبعا عشان اطلع الفاكتور او الارقام اللي بضرب فيها، دي كانت ليها معادلات كتير ولوغاريتمات وقصه كبيره كده، وارتفاع الشريحه والكلام ده مالناش دعوه بيه، مش عاوزين ندخل في تفاصيل مالهاش لازمه. حلقه بسيطه بس مهمه جدا 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 للناس اللي عاوزه تتعلم الشغل مانيوال بالتفصيل. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، كان معاكم كابتن اناليسز، اشوفكم في حلقه جديده. لو عجبتك الحلقه اعملها سبسكرايب واعملها شير، ويا رب يكون البرنامج مفيد ليكم، واشوفكم في حلقه جديده على خير. باي.